عباطة داخلية بيناتنا البين نمشيها، بس ان انتم تروحوا تستعرضوا العباطة امام الاخرين والاجانب مش حلوة في حقنا كلنا. سعادة السفير جمهورية تونسية الاتحادية بمناسبة زيارتكم لعاصمة الجنوب عدن، حرس الشرف قال تفتيش قبل البلاد، قائد حرس الشرف عقيد عادل حيدر الأخي. طبعا هذا المشهد كومة عباطة، يعني عباطات بعضها فوق بعض. تخيلوا هذا قال لك استقبال السفير الروسي في بلادنا، يعني في عدن هذا الاستقبال. أولا هذا بيكون السفير هذا السفير الوحيد في التاريخ الذي استقبله بحرس الشرف وبالموسيقى العسكرية، ما عمر سفير استقبله بهذا الطريقة. يوصل يقدم أوراق اعتماده وراح يوم ثاني يداوم في سفارته وخلاص. هذا الاستقبال للرؤساء، ومع هذا للرؤساء وين؟ في المطار. وهذا جمعوا حقهم الطبل والصحن والملاعق وراحوا للفندق، خرج من الباب يعني انت رايح هذا سفير مش عروسه، رايح تخرج من الفندق. والعبض الاخر ان هذا السفير سفير روسيا في اليمن، وهم بيقولون انهم دوله اخرى. ايش علاقتكم تستقبلوا سفير دوله معين في دولة أخرى؟ يعني أي علاقتكم؟ لو ما يكون عندكم سفير استقبلوا. يعني أنا أتوقع هذا المشهد بوتين إذا هو ضابح وزعلان ولا زعل ترامب يفتح الفيلم حق استقبال سفير في عدن ويضحك ويستمتع وكذا وينسى الهموم كلها وينسى كورونا وكذا، يضحك لو ما يجي للنوم ويرقد. وبعدها لا تكونش تستعجلوا ما دام معاكم عروض هكذا مهمة، كن أقل شيء ركزوا، العلم مقلوب صح كده تفكيركم مقلوب، بس أقل شيء العلم يبقى مكانه، السفير ما يطرش وجالس مكانه في الفندق. بعدين تعب هكذا، لو بدكم تلاحقوا كل سفير في اليمن وتعملوا له عرض تعب عليكم. يتقدم السفير الروسي و يتوقف. عسكري انتظر. السفير الروسي يحلق ببصره وراء العسكري. يا عسكري الآن ضمنونا كيف ملاحقتكم للسفير في الشوارع هكذا جابت نتيجة؟ يعني والله لو عنده دين وفلوس ان قد سددتكم وملاحقة من فندق لا فندق. اكيد اعترف بدولة عيدروس العربي اكيد، ويعني روسيا كان مع اليمن وروسيا سيكون مع اليمن جنوبا وشمالا، يمن موحد ونحن نرحب لشعب يمني ككل. يا الله طلع قال يمن موحد، يعني ما قطعش فيها السجادة الأحمر والطبل والمرفع طلع قال يمن موحد. صاحب روسيا مع يمن موحد وصاحبنا ما يشتيش موحد. أعتقد الآن صاروا سحبوا المفرشة من تحتها الحمراء والطبل فضروا، ما عاد يشتاش يستقبلوا. أما السفراء يمكن الآن بيدخلوا عدن وهو متلثم يطلع معاه صحيح سوى كاترة عشان لا يشوفوا يستقبلوا بهذا الاستقبال، يحرج فيهم ويسجل اسمه في الريسبشن أبو نصر عشان الإحراجات.